دعما وإسنادا للأسرى، شارك العشرات من أهالي الأسرى والمعتقلين في الوقفة الأسبوعية التي دعت لها هيئة شؤون الأسرى والمحررين داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، رفضا لسياسة الإهمال الطبي ونصرة للأسرى الإداريين وخطواتهم النضالية في مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية والتي أصبحت تستخدم كوسيلة عقاب للأسرى وعائلاتهم. لليوم 24 على التوالي يقاطع الأسرى الإداريين المحاكم الإسرائيلية العنصرية التي تستهدف عموم أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى الإداريين المعتقلين دون تهمة أو حتى دون محاكمة عادلة. الإهمال الطبي الذي أصبح عنوان أبرز لمسألة تنفيذ الحكم الإعدام بحق أسرانا وأسيراتنا وعنوانهم الأسير البطل ناصر أبو حميد بالإضافة إلى الأسير الآخر موفق عروق الذي يبلغ من العمر أكثر من 80 عاما ومصابا بالسرطان ولم يعد جسمه يتحمل الجرعات الكيماوية بالإضافة إلى الأسير الشبل أمل نخلة الذي يجمع ما بين الإهمال الطبي ويجمع أيضا ما بين الاعتقال الإداري الغير قانوني الذي لا زال سلطات الاحتلال كسيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا. المشاركون وجهوا نداءات للمنظمات الحقوقية والدولية لتكثيف جهودهم بالضغط لوقف سياسة الاعتقال الإداري والخطر الذي يحدق بالأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يواجه خطر الموت جراء الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، وطالب المشاركون بضرورة الإفراج عنه في أسرع وقت. يجب أن نفعل النشاط التضامني مع أسران الأبطال، وتحديدا هنا قضايا ساخنة جدا كقضية المناضل البطل أبو حميد الذي يجب أن يطلق سراحه حتى يتلقى علاجا في الخارج لإنقاذ حياته، وأيضا المعتقلين الإداريين الذين يعتقلوا دون أن يعرفوا سبب الاعتقال ولا مدة الاعتقال. انتهاكات خطيرة يعاني منها الأسرى داخل المعتقلات، أهمها تصاعد انتشار فيروس كورونا داخل السجون، حيث أكد نادي الأسير أنه قد ثبت إصابات بين صفوف الأسرى في سجني عوفر وإيشل بئر السبع. باتت تستخدم فيروس كورونا كأداة قمع من نوع جديد للنيل من إرادة ومن حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال من خلال الزج بالمعتقلين بين أنياب المحقق الإسرائيلي أو من خلال استخدام سيارة البوسطة التي تخلق حالة من الاحتكاك بين السجناء الجنائيين الإسرائيليين المصابين بفيروس كورونا وأسرانا. تواجه الحركة الأسيرة خطراً كبيراً حيث تمعن سلطات الاحتلال بانتهاكاتها وتصعد من إجراءاتها بعد أن تحولت سجونها إلى ساحة قمع وقتل بطيء. أماني كساب، تلفزيون فلسطين، غزة.